على الأسير من بين الظلام أناجي أحلامي خيالي آلامي تعاني جروح قلبي تنادي فهل أحد يراوي أنقذوني من كلام دامس أنقذوني أنقذوني لكني لا أزال صامدا خلف الحدود خلف قضبان الحديد بين السجان والجلاد فيا عالم المليار يا أمة المختار قولي لي ما حال أطفالي قولي لي من يمسح دمعهم من يقبل جبينهم لكن سنعود لأننا الشموع الصامدة في وجه العاصفة القاهرة وسأبقى مع بلادي سأحميها بفؤادي بأنفاسي فورب العزة للنلين فورب العزة للنلين ما زال الدم في عروقنا يجري ما زال القرآن في قلوبنا يسري فك الله قيد كل الأسرى والمعتقلين يا رب كنت مع طالب السهام من أسرة السابع باء إشرف المعلمة فاطمة باء. معلومات عن الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيوني. عدد الأسرى في سجون الاحتلال 8000 أسير. أقدم أسير هو كريم مونس، اعتقل عام 1983 ميلادي. عدد النساء في سجون الاحتلال 43 أسيرة، منها 8 جريحات و12 مريضة و16 أم و4 اعتقال إداري. بعض أسماء الأسيرات داخل سجون الاحتلال الصهيوني: أمل تقاطقة وميسون الجبالي وإسراء جعابس. عدد الأطفال داخل سجون الاحتلال الصهيوني 240 طفل موزعون في 3 سجون، واحد سجن عوفر واثنان سجن مجده وثلاثة سجن داموت. بعض أسماء السجون الإسرائيلية: واحد عسقلان، اثنان سجن الرملة وثلاث سجن الشطة وأربعة سجن الجلمة وخمسة سجن داموت. كان معكم الطالب شهد محمد شماسنا من الأسرة الصفية في الصف السابع باب إشراف المعلمة فاتنة زعرور. السلام عليكم.